بركاته. الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شعائر الإسلام، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أخي المسلم المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إن للصلاة في الإسلام منزلة عالية لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. إن لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد أجر عظيم وثواب جزيل وفضائل جمة، وهذا الأجر لو اطلع عليه الناس وعلموه لما تخلف عن الفجر أحد ولا توها ولو زحفا على الركب. وهذا ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتبدأ هذه الفضائل لصلاة الفجر منذ أن يضع المسلم أقدامه في خطواته إلى المسجد، فكل خطوة يخطوها ترفعه درجة والأخرى تحد عنه خطيئة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ففي الحديث عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فهنيئا لمن حصل له هذا النور التام يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح عند الله له في الجنة نزلا، كلما غدا وراح. وإذا دخل المؤمن المسجد وأدى سنتي ركعتي الفجر حظي بأجر جزيل خير من الدنيا ما فيها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها. ومن فضائل صلاة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد من حافظ عليها بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر، سمي بذلك لأنهما في بردي النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يهدينا ضال المسلمين، وأن يعيذنا شر أنفسنا وأن يهدينا سبل السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله وأحسن الجزاء. ويليه الخطيب التاسع عشر الأخ الكريم عمير أمجد، فليتفضل مع بركة الله مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.